السلام عليكم ورحمة الله، معكم بعد جيمنج شو فيديو جديد عن تفضيل ليسنس كارد كوست خطة السبعة. الفيديو اليوم راح نلعب بي في بي. طبعا ان شاء الله اللي راح ارجع انزل الفيديوهات بي في بي، وبحاول قد ما بقدر فرجيكم يعني كل شيء لعبته بي في بي خلينا نقول اخر اسبوعين او 3 اسابيع. بخينا نبلش. طبعا مثل ما انتم شايفين تيمي عبارة عن جوثر، مين كمان؟ جوثر، اسكانور، وكينج، ومارلين ورا. طبعا التيم اللي انا عم امشي عليه تيم التيمت رش، انه مارلين معي بتعطيني اورب، وانا حاطط اللي هو الابل باي اللي بتعطيني اورب زياده، ولاني لعبت تاني واحد اعطاني اورب زياده، يعني 3 اوربات. هو عم يحاول يقتل لي جوثر بسرعه. بقى انا هيك شو عم فكر اني اعمل التيتين ولا شو اعمل بالضبط. هو تيمو سليتر الازرق، وهذا شيء كتير غريب صراحة. مشان هيك انا هيلت هلا، هيك بصير معي التي هلا، وبصير معي التيتين لفلي بعدها. يعني ليش هيلت؟ كنت عم فكر اعمل اسكانور ولا هيل. هيلت مشان ما مشان يعني ما يقدر يقتلني لما يصير عندي التيميت. عشان هيك هو شو عمل؟ قال حاله خليني اقتل كينج. هيك هلا انا بروح له الالتيميت تبعاته وبضربه باسكانور. اذا ما مات هو ما حيموت، بس هيك اعتقد هلا بيموت. لا تنسوا انه احمر ضد اخضر، بقى حيعمل دمج زياده. شايفين؟ فيك تروح له نص اتش بيو ولا ربع اتش بيو. طبعا هدول انا مصورهم كلاتهم اوريدي، بس يعني حتى مشان يكون الرياكشن تبعي، لا والله ما مات، مشان يكون الرياكشن تبعي ظابط او كاني هلا عم العبها، بقى راح احكي لكم من غير ما اشوف الفيديو قبل. طبعا اني انا ليش بصور الفيديوهات؟ بس بكون بالشغل، بكون مثلا قاعد مع حدا، بقى ما بقدر اسجل صوت وصوره، بقى بسجل بس صوره او فيديو بعدين بنزلهم. بس طبعا ان شاء الله بالقريب المستقبل استخلص الفيديوهات اللي انا فيها او الفيديوهات القديمه، بصير بصور لايف. يعني انا عم العب عم احكي. هلا هو قتل كينج، بقى انا ما حقتل له، ما حستخدم الالتيميت تبع اسكانور عليه، بقى بستخدمها على سليتر. هلا اذا ما مات بستخدم الكرول سان. مات، بقى هلا بعمل التي على سليتر مشان اقتله، والكرول سان اذا ما مات سليتر ايوه مات، بقى بنضربها هلا بتروح على جوثر. هلا هيك فيك تقول 90% انا فزت، بس ما بتعرف يعني مارلين وحاطط ديمون مليوداس الاحمر هذا، بصراحة سيء، هذا الشخصية كتير سيئة. يعني انا ما بنصح حدا يشتريها من الشوب لانه سيئة وراح تضل سيئة. يعني ديمون لوس الازرق ممتاز، بس هذا الشخصية ابدا مو مفيدة ولا بشي. يعني الشغلة الوحيدة اللي على اساس كانت مفيدة فيه اللي هو كريمزن ديمون، بس فيك تحط شخصيات تانية بداله، يعني مو لهالدرجة مهم. يعني نصيحة لا حدا يشتري، اشتروا التيمت لكينج وجوثر احسن لكم لسه، لانه كينج وجوثر لهلا الناس بيستخدمون باليابان، يعني بالنسخة اليابانية اللي هلا هي عم تحتفل بالسنة تبعها، نحن لساتنا عم نحتفل بال 100 يوم، يعني فرق 260 يوم بيننا وبينهم. هلا هو عم يحاول يعطي الكروت كلها لجوثر، يسوي كل كروته، انه اذا مات ساعتها بصير عنده جولد بوست ديمن مليوداس. فانا هلا بحاول اقتله، وبنفس الوقت بشل له حركته مشان ما يقدر يعمل شيء. بس يا رب اقتله هلا بهي. ايه مات. هلا بقى حركاته ما بيقدر يستخدمها، ولا بيقدر يستخدمها، شكله بيقدر يستخدمها لانه التنتين يمكن مو سيف. هي تبع الاجنايت طبعا، انه مات 3 من تيمو، يعني هلا كريت شان 7 كتير عالي، بس لانه كرت واحد حيستخدم بهي الشيء بضره. يعني هلا هو خسران اوريدي، يعني على كل حال خسر لانه التيمت اسكانور مستحيل يعيش منها، حتى لو كان اخضر ضد احمر راح تعمل دمج عالي، يعني فوق ال 90,000 72,000. حلو حلو. صح انه هي نورمال، مشان هيك اعتقد هي نورمال. ايوه هي النورمال. انا هون عم حاول اطلع من الماستر اعتقد للشامبيون بالبي في بي، مشان هيك بقى عم حط الابل باي. شايفين ابل باي؟
هلا الباور تبعي حلو تيم، يعني ما بشي قوي، ولهلا بستخدم هذا التيم ترى. هذا اكثر تيم بكرهه انا، 96 هو 92، بس اكثر شوف كمان هو رش التيميت واربعه اوربات على جوثر، اربعه. هذا مو محظوظ الا شوي. هي احسن طريقه بعملها، بس صحيح عنده هلبرم بيقدر يروح لي الالتيميت تبعي، و100% عنده كرت، انه هو كل شخصيه بتاخذ كرتين بقى عنده كرت اوريدي. بس اعتقد للتاكسيل ما بتنفع يعني. لا لا، وش حيعمل؟ حيعمل لها رانك اب عشان يصير معه باتريفاي ويعمل لي اياها. بس هل معه باتريفاين؟ لا، ولا معه؟ معه يعني، اجته كارت سيلفر لهالبرام لجوثر، واجته كارتين لهالبرام. سبحان الله، يعني هذا الشيء اللي بيجاكرك احيانا باللعبه، لانه بيكون حظه مو طبيعي الزلمه اللي ضدك. هلا انا عم فكر اقتله، اقتل مين فيهم؟ ليش هيك عملت؟ ليش ما رحت على جوثر؟ انه هذا اقل تانك، يعني ممكن هدول 3 ضربات ما يقتلوا لجوثر، بس ممكن يقتلوا لهالبرام. ممكن شغله، حتى هالبرام ما حيموت، ما مات. فيك تقول خسرت الجيم؟ لا، بس هو الاتش بي عالي، يعني ممكن ما موت ومعي هيلين، بس التيتين بقدر استلقي التيتين. هون السؤال، هلا ممكن يهيل حاله ويستخدم التيتين، او يستخدم التيتين ويجمدني، ما بعرف. اعتقد راح يهيل حاله. ممكن يجمد او يحجر كينج تبعي اذا ما مات. اعتقد جوثر مات، بعتقد. او ماي جاد، شو هيعمل؟ هيل تكفى. خلاص لازمني هي ليفل مليون، وساعتها بستخدم للتاكسيل. هي احسن طريقة. هدول هذا الفريق انا كثير بحب اهزمه، لانه كثير كثير غليظ. وما حقدر احكي شيء على اللي بياكل ابل باي، لان انا واحد منهم احيانا بستخدمها. هلا اكيد عنده 3 تحجيرات. ما هي الكثير فيني اقتله. هون السؤال، والله يمكن فيني، ما بعرف. يا رب ما مات، بس هو الاتش بي عالي يعني. بس بنفض يا ترى؟ هون السؤال، بنفض. ما عنده ولا كرت لهالبرام، اشوف شو حساوي. يمكن يعمل التيميت بعدين يعمل رانك اب او اتاك سيل. يمكن ما مات حدا. مين حيقتل؟ مات كينج تبعي، راحت كروتي كلها، و اتش بي كتير 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 واطي. شو بنعمل يا ترى؟ نعمل هي عليه ونحاول نقتل واحد تاني فيها، هذا احسن حل. نعمل هي عليه، مات. نعمل التانية على حدا تاني، بس ما حيموت المشكلة. هلا مشكلته اسكانور ضرباته كتير قوية، بس اتش اللايف ستيل تبعه كتير 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 قليل، يعني شوف ما هي الشي. هلا عنده هو التيميت وعنده شخصيات. الالتيميت حتقتل لي اسكانور وجوثر، بس خالص خسرنا الجيم للاسف. يعني غير انه هو تيمو غليظ، اجت معاه الكروت الاولى بتجنن بطريقه انه
يعني انت شفته كم التيمت كم التيمت ضرب علي وما قتلني؟ بس شو بدي اعمل يعني؟ هو حظه كان كثير كثير قوي، طبعا غير البتريفايات، انه كل داء عنده بتريفايات، اول داء كان عنده بتريفايين، هي كثير كثير انزعجت منها. يعني غير انه هو اجا رانكب يمكن مدري التاكسي الاول لفه وجا اثنين بتريفاي بهالبرم. خلينا نروح على الجيم اللي بعده، هذا هو حيلعب بعدي، قصدي قبلي. كروتي انا بصراحة كثير بكره لما يطلع لي كرتين اتش بي باول لفة، بس هلا ممكن يصيروا مفيدين. ليش؟ بحطهم على بعض وبهي الحالي وبعمل رانك اب على كينج. اكيد هعمل الرانك اب صح ولا لا؟ بجمد له كينج تبعه، هيك صار معي التيميت ما حدا بيقدر يعمل فيها شيء، الا طبعا اذا معه 3 كروت باسكانور. يعني الطريقه الوحيده انه يقتلني انه يكون معه 3 كروت باسكانور يقدر يقتلني فيهم، غير هيك ما حيقدر يعمل شيء. اثنين شكله رانكب واثنين لا اسكانور. واحد اذا ما كرت ما بيقتلني. طلع بس معه كرت لاسكانور. هلا شو بدنا نحاول نساوي؟ بعدين التيميت، ما هيك احسن شيء. صدق المفروض كنت تقتل ممكن اسكانور، هلا يمكن ما يموت هذا، انه ولا حتى اسكانور ما يموت، انه ازرق ضد اخضر ما حيموت. حتى لو عملت عليه الكرول سان كينج ما مات. اسكانور بده يموت، بس هلا شو حيضطر هو 100% يستخدم هيل. ليكو استخدمها وشكله حيستخدم بترفاي كمان. ما قتلني، ممتاز. هاي بترفاي لمين؟ لجوثر، وفكر انه حيقتلني. هون هو غلط، هلا انا بهيل وبقتله. هيلت وبعمل التيميت، وواحد حينضرب ضربة ليفل 2 كتير متنك كينج تبعه. بس مستحيل يتنك هاي. هيكيماس مشان هيك بس قول ما دخله. يعني ارثر بس بيعطي بوست للهيومن، كينج المفروض ما يكون تانك. لا وجا فورا اول ما نزل اجا، يعني شوف في الحالات انه اول ما نزل جا اتاك 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 بوست. هي كثير كثير شغله حلوه. انا لما ينزل لما تنزل مارلين تبعي، ما احيانا ما بيعطوني هي الكارت، هذا ما بيعطوني اياه احيانا لما تنزل. لا هو بيعطي سيلفر بوست، انت بتعرف شو اعطوه رانك 2 رانك 2 ولا رانك 3؟ هاي اميونيتي معناها رانك 3. بس هي خلاص، يعني فيك تعتبر انه هو مع الحركات اللي صارت معه خسران. هلا ما في يعمل شيء، والله ممكن يعمل شيء. يعمل لي اتاك سيل. لا ليش؟ معناها جمع الكروت وعملهم. نحاول نقتله هذا بسرعه. هيك مفروض مات. هلا معه بوست. شوف 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 الذهبي اللي عم يطلع له، الذهبي بالكيلو عم يطلعوا له. هلا هو احسن شيء عمله هو هي الطريقه، انه بده يحاول يقتل لي مارلين مشان ما اروح له الالتيميت كل مره. المفروض هلا اضربه ضربه باسكانور وبيرفكت كيوب صح، عشان ما يحاول يقتلني. وهلا هيك معي التيمتين، التيمت باسكانور والتيمت بمارلين، وما في يعمل شيء هو. حتى الكيوب ما كسرته،
نعمل الالتيميت. عم ننزل له هون، لحنا نروح للالتيميت اول شي، بعدين مارلين، بعدين خلص ما في داعي اسكانور. مارلين كتير كتير قوية، كتير كتير قوية، وبتستخدم فيك تقول بتسعين، خلينا نقول 75% من الفرق فيك تستخدم فيها مارلين. هيلبرام وكينج ومارلين فيك تحط، اسكانور كينج جوثر مارلين، التيم الجديد اللي هو فالنتي مارلين. يعني مارلين من الشخصيات اللي كتير 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 بتستخدم للبيرف كيوب تبعها، للليتش اللي هو تسحب الاوربات، وللباسف تبعها اللي بتعطيك اورب مجانا. يعني كل شي فيها فيك تستخدمه بعدة طرق. خلينا نشوف هذا كمان ماشي، ماشي التيمت اورب نفسي اللي هو ابل باي. نحاول نعمل شي، نجيب التيمت كينج فورا هيك، راح نجيب التيمت كينج فورا بس ان شاء الله ما يقتلني. طبعا انتو دائما تأكدوا من الكروت اللي فوق انه كم كرت راح، مشان تعرفوا مين اللي راح كروته او مين اجا مثلا كرت سيلفر. هلا هذا ده الحمد لله ما حدا اجا كرت سيلفر، نشوف شو حيعمل هو. هاي ضربة بسكانور وشكله ضربتين بجوثر. ايوة بعدين رانك اب. بده يحاول، شو عم يعمل؟ ليش هيك عملها؟ هلا هو جاب التيميتين يعني، مشان هيك شكله انه عم يحاول مثلا هلا بقتل. شو بنعمل بهالحالة؟ انا برأيي نهيل. نحاول نقتل له جوثر، ضربتين من اسكانور والتيميت، مفروض يقتلو جوثر. هلا انا هون شو سويت؟ خلاص ما عاد بدي كينج، يعني هو هيك ساعتها هلا حيقتل لي واحد ان شاء الله بس يموت. جوثر اذا مات جوثر كل خططي راحت. لا مات. هلا بقى هو عنده حلين، يا يقتلي اسكانور يا يقتلي كينج، ما في يقتل الاثنين. بنشوف شو حيساوي هلا. لا تنسوا انه انا اسكانور باقي له اورب واحدة وبصير عنده التيميت، فمشان هيك يعني المفروض يقتل اسكانور. بس شو المشكلة؟ انه جوثر اذا مات اسكانور راح يروحوا كروت بدي يقتل جوثر، لانه اذا قتل اسكانور راح يروحوا كروت اسكانور ويقدر يقتل لي. والله لا قتل لي اسكانور. هلا شوفوا حيصير معي التيميت بجوثر، اذا ما ضرب جوثر هلا بمارلين انا معي التيميت. ايوه هذا الصح. هلا شو بدنا نعمل؟ شوفوا كم كارت ل جوثر، كل كروتي جوثر احسن شي. خلص من جوثر، خلص من كروت جوثر. روحنا له منيح من الاتش بي يعني كمان. وهلا لازم يهيل عشان يقدر يستخدم. هو هلا هي يا ضربة لاسكانور، انا اشوفه بس ضربة واحدة اللي مخفية، يا ضربة لاسكانور هي يا ضربة لمارلين. فهلا بنعرف. هلا هو لحد الان كل شيء حيستخدمه لكينج. معقول عنده باتريفاين؟ لازم ثلاث باتريفايات. وبعدين الضربة الأخيرة بمارلين، ساعتها ما فيني أعمل له شيء للألتيميت تبعه. لعبة صح، ورجع اتش بيو كامل. لا هذا اللي عم يلعب ضدي فاهم، فاهم يعني. بس هلا هو ما حيقتلي حدا، هلا حيستخدم كرول سان والتيميت. المفروض كنت اعملها بالعكس، المفروض كنت اعملها بالعكس.
لازم معه تنتين. اها، ما هالمرة ما عنده بتريفاي يقدر يعملها، هاك احسن شي. نعمل رانك اب لحالنا، نهيئ لحالنا، بعدين نضربه ضربة، نروح للالتيميت على الاقل. هلا ممكن كينج يموت، ممكن. لا شو يموت، صح، هو رجع اتش بيو، بس اللي ما عم يموت اسكانور. اللي ما عم يموت اسكانور، بس حالات انا عامله لفتين باتريفاي، سوري التاكسي، يعني لازم. هلا بيرفكت كيوب ما بيقدر يعمل شيء تاني، شكله لا امبلا، شكله عنده عنده يا باتريفاي يا هيل. هلا بشوف شو حيعمل. هو بيعرف انه عندي جولد، نضرب السيلفر اعتقد، لانه ممكن. ايوه، والجولد على مارلين. ايوه تنتين، عم نقتل مارلين، اعتقد هي بتكفي لهاد. ما قتلته، شو بفكر؟ اه مروحتي لي الكيوب، ما بيعرف. ولا معي التيميت بمارلين. هلا هو عنده كارتين بده يستخدمون، يعمل بترفايين، انه لازم يعمل بترفاي لكينج ومارلين. شكله حيعمل لي هاي. هلا هو ممكن يقول انه يا رب يكون معه كارت بترفاي، كارت ايميل التيميت. بقى انا بعمل له هيك وبضربه هيك عشان ما يضرب شي بسكانور. ما في، اذا حقدر اقتله اصلا ولا لا. ايه ماتوا الاثنين، ممتاز. هيك كتير كتير حلو. هلا لساتنا باقي لنا جيمين ثلاثة لحتى نطلع على الماستر، نطلع اللي بعده. عشان هيك بقى ممكن اللي بعده عم فرجيكم هلا بس شلون عم نطلع من نقطة للنقطة اللي بعدها للي بعدها للي بعدها. بقى ان شاء الله نضل عم نفوز. هلا شو خسرنا؟ فزنا جيمين ولا ثلاثة؟ فزنا ثلاثة وخسرنا واحد اعتقد. انا هون لساتني كنت ما عم العب اليت، او ما عم حب العب الاليت كتير، بس خلص قررت انه اطلع يعني لاخر رانك بالنورمال قبل ما ابلش اطلع، قبل ما ابلش العب اليت. مشان هيك سويت هون 101، والله كتير 101. هاي حلوة، هاي كتير كتير حلوة. بس طبعا هلا شو حيعمل هو؟ هلا اول شي ما اجا ولا كرت. هلا هو حاطط مارلين ورا، شلون بنعرف انه مارلين ورا؟ لما الاقي عنده اورب وحده وهو عم يلعب اول، لما يكون هو عم يلعب الثاني عادي يكون عنده اورب. يعني شايفين هنا دائما اللي بيلعب الثاني بيعطوه اورب زياده مجانا. هلا شو حيعمل؟ رانك اب وكرتين لاسكانور، كرتين سيلفر. ليش؟ لانه ما كرت عنده فوق كان سيلفر لحتى نفكر انه والله حيعمل شي جولد. بالنورمال مستحيل يقتلك بضربتين اسكانور، بس شو المشكله انه هلا اجا سيلفر وصار عنده التيميت. بلا شو بنعمل؟ بنجمد له الاثنين التانيين. لانه هلا ما عنده مكان اصلا لحتى يقدر يجيب الالتيميت. بقى بنعمل هيك، عنده كرت واحد بيقدر يستخدمه، ويا رب ما يكون ايكيماس، مدري شو اسمها الحركة، انه ممكن يقتلني فيها. إذا كرول سان ما بيقدر يقتلني. بقى بنشوف شو حيعمل. هيكي ماس ولا شو؟ لا تنسوا انه صار عندي التيمت. انا اذا حتى قتل لي اياه عندي التيمت بجوثر جاهزة، يعني اذا مات كينج راح تجهز التيمت جوثر. هلا هو عنده التيمتين، شو احسن حل نعمله؟ والله انا برأيي نهيل ونحاول نقتل جوثر. لا مو هيك مو هيك مو هيك، ايكي ماس كمان.
ما بعتقد يموت جوثر هلا من التاكسيل. والله راح دمه منيح. ممكن تصدق انه هذا ازرق ضد احمر، يعني ممكن مات. ممتاز. مات كينج وجوثر. شو بدك تعمل يا شاطر؟ هون عم تشاكره انا هلا هون. ما في يعمل شيء، ما في يعمل شيء. وشكله ما اجا كرت مارلين اللي بيسحب الاوربات، مشان هيك بقى اكتئب. لانه اسكانور مستحيل يقدر يقتل بالنورمال، خاصة مستحيل يقدر يقتل جوثر ضربة واحدة بس. لا تنسى انه عنده كرتين بس راح يقدر يستخدمهم. لو كان ثلاثة ممكن لك ايه، بس كرتين ما بعتقد. هي شغلة اللي كتير مزعجة بحسب مارلين، انه لما تنزل مو دائما بيعطوك الدرين، وهي شغلة كتير كتير سيئة. يعني ممكن يعطوك كرت لشخصية اوريدي انت موجودة عندك بالتيم، ولا يعطيك تبع مارلين مثلا. هيك انا هلا راح اصير شامبيون 5 المرة الجاية ان شاء الله. بقى ان شاء الله افرجيكم لعبتهم لحتى اطلع من الماستر للشامبيون. طبعا ليش انا لعبتها؟ مشان اخذ ال 50 جيم. وهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تبع اليوم. ارجو ان تكونوا استمتعتوا فيه، واذا استمتعتوا فيه لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا معنا بالقناة. وبشوفكم على خير في فيديوهات قادمة. مع السلامة.